تعتبر الغدة الدرقية دينامو مهم لجسم الإنسان، وأي اختلال في عملها يؤثر بشكل واضح على الإنسان، وممكن أن يسبب اضطرابات كثيرة. اليوم رح نتعرف أكثر على عمل هالغدة بجسم الإنسان أكيد مع الدكتور وضيفنا الدائم الدكتور زياد زودي الاستشاري بالغدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور. صباح النور ليا. أهلا فيك. صباحك نور. ببداية خلينا نحكي أهمية الغدة الدرقية، أهمية يمكن عملها في الجسم. الغدة الدرقية موجودة بهالمنطقة هاي أسفل الرقبة وعند كل شخص، وهي الدينامو تبع الجسم، هي المسؤولة عن الاستقلاب نسميه الميتابوليزم، عن زيادة الأكسجين. الأكسجين هو الطاقة لكل خلايا الجسم، مشان هيك أي خلل بعملها بيأثر بشكل سلبي على الجسم كله. وكتير مهم أنه نتحرى عن عملها بالأيام الأولى من حياة الوليد. هي شغلة كتير هامة ولازم نأكد عليها، لأنه كل من عم شوفنا هلأ عبر الإخبارية بدنا نقول له أنه إذا صار في عند الوليد صعب، أنه إذا ما عملنا التحليل الدمي اللي اسمه TSH نقدر نعرف مستوى الهرمون بالدم، وإذا صار في كسل بإفراز الغدة وما تحرينا عنه لبعد أشهر رح تكون في عقابيل ما رح تروح بعدين لسوء الحظ. وهي كتير شغلة هامة. هذا التحليل TSH هو تحليل هام وضروري وبتسوى بكل بلدان العالم بشكل روتيني، بس بعد ببلدنا إذا نحن ما طلبنا ما بيتسوى، مشان هيك لازم نأكد على هالناحية. وعند الحامل كمان كتير مهم نتحرى عن عمل الغدة حتى قبل الحمل، يعني إذا في سيدة بدها تحضر للحمل نطلب TSH. كل زملائنا أطباء النسائية دائما بيطلبوا TSH، بس نحن كمان بنوجه لأنه نحن برنامج توعوي، كل من عم يشوفنا بنقول له لازم تعمل TSH خاصة عند السيدات بدهم يحضروا للحمل تبعهم. نعم، فصل الشتاء والالتهابات يلي بيصير بالغدة يعني قديش بيأثر بشكل كتير كبير، ويمكن قديش تشخيصه بيكون بطرق خاطئة وفي كتير أخطاء شائعة يمكن بخصوص هالمرض. ليا سؤالك كتير مهم وكتير حلو. نحن فصل الشتاء بصير عندنا التهابات كتير، التهاب بلعوم، التهاب أصابات، التهابات تنفسية، وأغلبها هي التهابات فيروسية يعني ناجمة عن حمى راشحة. وكتير من المرضى بيروحوا مباشرة لعند الصيدلي وبيجيبوا أنتيبيوتيك أو سطحية وبنسميه، أعطيني عيار 500، أعطيني عيار 1000، أعطيني عيار. نحن بنعرف كلنا أنه المصابات الحيوية ما لها أي دور إيجابي، بالعكس دورها سلبي. إذا واحد مرشح وأخذ دواء التهاب، يعني إذا أخذنا مضادات احتقان ما في مشكلة، بس الصادات الحيوية هون غلط، بتنقص من مناعتنا وبتعمل بتخلي الميكروبات إنه يصير عندها مقاومة لعمل الأنتيبيوتيك. إذا احتجنا بعدين ناخد صاد حيوي ما رح نستفاد عليه. هلا شغلة اللي بتصير إنه منشوف كتير التهابات درق تحت حاد. شو تحت حاد؟ يعني وجع مجرد ما حط إيده أو إيده على الرقبة في وجع، في ألم شديد، بيكون ألم شديد بينتقل الوجع للرأس، بصير في عنا بردية خاصة ليلية، نرفزة عصبية، تسرع بضربات القلب، كلها هي علامات التهاب درق تحت حاد. أسباب الأساسية هلأ الأسباب هي نفس الفيروسات غالبا نور، يعني اللي احنا بنقول اللي بيأثر على عمل الغدة. هلأ هو اللي بيصير نور انه بيصير في عنا التهاب، مثل يعني هلأ الغدة الدرقية فيها خلايا بتلتهب مثل الخلايا الموجودة بالبلعوم بالجهاز التنفسي، يعني غالبا هي لاحقة لرشح لالتهاب بلعوم لالتهاب أصابات. غالبا بيقلك أو بتقلك انه انا من اسبوع دكتور كان معي التهاب بالعمي، رشحت قربت انتقل بعدين بس اللي ما بيعرفوا فكروا لساته التهاب بالعم، بصير بياخذوا صادات حيويه، وحتى الاطباء الغير اخصائيين بيعطوا انتيبيوتيك وهذا ما له اي دور، ما بينشط ابدا اللي يضر ما بيفيد. هلا التشخيص انه بنعمل شيء اسمه تعداد عام وصيغه، سرعه التسفل، سي ار بي، بنلاقيهم كلهم بيوجهونا نحو علامه التهابيه، بس برجع باكد ما نجرسومية، ما بدها مضاد حيوي، بدها مضادات وزمة
او فينا نعطي نحن بنسميها مضادات غير استيرويديه، بس هي طبيب الغدة اللي بيعطيها. واذا الحالات الحاده ممكن نعطي مشتقات الكورتيزون لعده ايام او عده اسابيع، بس باشراف طبيب اخصائي بالغدة. وهي كثير شائعه بهالفصل هذا. نعم. يعني ما بدنا نحن، هي بنشوفها بشكل يومي. حتى الاطباء العامين او خد انتيبيوتيك خد، ما بيستفاد. هي التشخيص الغلط يعني دائما نحن بنوقع فيه مع الدكاتره. يمكن من تكون منتفخه شوي بالايكو، بس مجرد اللمس والوجع، مع اذا عملنا تحليل الغده بنلاقي في عندنا فرط نشاط بعمل الغده، بس هو فرط نشاط بنسميه مؤقت، ما بده دواء لحتى يخفف من افراز. يعني غير هلا بنحكي نحن عن عمل الغده بس في عندنا زياده او نقص، بس هون لانه صار في التهاب بالغده، الهرمونات الموجودين طلعوا برات الغده وراحوا على الدم. ويمكن المشكلة الأساسية عند كثير من الناس إنه ما بيقولوا إنه صار معنا مشكلة بالغدة إلا إذا انتفخت. هي يمكن خطأ شائع من الأخطاء الشائعة الكثير يمكن بتواجهوها. نحن نور بدنا نفرق بين شغلتين بالغدة، عندنا شكل الغدة وعندنا عمل الغدة. شكل الغدة هو إنه تتضخم، أوقات بتصغر بتصير أصغر من الطبيعي، أوقات بتصير فيها عقد. هي بنكتشفها بالفحص السريري، مس الغدة بنعرف كيف نفحص الغدة، وبالإيكو يعني أطباء الأشعة زملائنا بيعملوا إيكو للغدة وبيقولوا لنا إنه الغدة متضخمة، في فصين، فصل أيمن، فصل أيسر، في عنا عقد. بس أوقات بيكون عمل يعني شكل الغدة طبيعي، بيكون عمل الغدة غير طبيعي، يا إما في زيادة بالإفراز أو في نقص بالإفراز. وإذا كان في زيادة أو في نقص رح يكون في أثر على كل أجهزة الجسم. نعم دكتور، يعني هي الحالة كمان يمكن بتصيب كل الأعمار طبعا، والرجال والنساء، يعني ما في ليا 9 من 10 مشاكل الغده عند النساء، 1 من 10 عند الرجال. ليش ما بنعرف، بس 90% هي تصيب النساء اكثر ما تصيب كل الرجال. كل شيء بشع بصيب النساء. لا في شيء بصيب الرجال، البروستات مثلا. طيب دكتور، خلينا نحكي التهاب الغده قديش بياثر على وظيفه الغدة وعلى جسم الإنسان، يعني شو هي يمكن المخاطر اللي ممكن تأثر على جسم الإنسان من خلالها؟ التهاب الغدة؟ هلا يعني قلت نقطة ممكن تأثر بعمل الوظيفي، عمل هو نحن وتصير في التهاب تحت حال بيزيد ولا بيمقى. بيزيد إفراز الهرمونات بالدم، بس مثل ما قلنا لفترة مؤقتة بينما الالتهاب تحسن. بس نحن لازم نتابع نتحرى عن عمل الغدة، نفس التحليل TSH، حتى لأنه بعد أسابيع ممكن هالالتهاب يؤدي لاحقاً لكسل بإفراز الغدة. يعني الغدة تصير وقتها بعدين غير نشيطة وبدها دواء ناخده بشكل مستمر. نعم. مشان أنه ما يضل الكسل موجود، كتير مهم يكون في متابعة عن طبيب الغدد بتحري بأنه نعمل TSH. نعم. دكتور، يعني خلينا نحكي شوي عن مرضى السكري اللي يمكن بصير عندهم شيء بالغده الدرقيه، يعني يعني كمان في شيء من الخطوره بيصير ولا اوفر اكثر؟ ليك سؤال كمان كثير مهم. نحن مرضى السكري عندهم خلل بافراز خلايا بيتا الموجوده بالبنكرياس، بيكون في نقص او انعدام. هلا شائع اكثر عند مرضى السكري يصير في خلل بافراز الغده وبصير في كسل. كسل غالبا. مشان هيك نحن لازم نتحرى، كل شخص عنده سكري لازم يعمل تحليل TSH لو مره بالسنه، لانه نحن اللي بصير انه الكسل بصير على مهله، بصير الانسان بيتعايش شوي شوي. بس الكسل شو بيؤدي؟ يعني انا كلاحظ انه عندي كسل في الغده الدرقيه، شو اللي يمكن العوارض او ممكن اللي لاحظه على الجسم؟ يعني احنا قلنا ممكن يزداد عمله او ممكن ينخفض عمله. لا نحن اذا خف عمله وصار في كسل، نحن قلنا بصيب النساء اكثر، بصير عندهم دوره شهريه غزيره غالبا. هلا يمكن يصير العكس، بس بصير في خلل بالدوره الشهريه على حساب غزاره الدوره الشهريه، بيبرد بصير بريده او بصير بريده اكثر من اللازم. يعني بيكون الطقس مو مثل هلا برد، ومع هيك اذا كان في البرد وصار في كسل بالغده الدرقيه بصير كثير، يعني بزيد البرد. بصير في عندنا تساقط بشعر الراس، بصير في عندنا شعر الراس ناشف، نحن بنقول بيقصف وبيكسر كمان الشعر، بصير في جفاف بالجلد، الصوت بصير في خشونه. احنا الحبلين الصوتيين حتى يطلع صوتنا الطبيعي بدهم يقربوا لبعضهم، بصير في وقت تكون في وزمه بالحبلين الصوتيين ما عاد بيقربوا لبعض، بصير في عندنا
صوت احنا بنسميه روك يعني خشن. بصير في عنا ارتفاع، زي عملنا تحليل الدم لارتفاع بالكوليسترول والشحوم لانه صار في بطء بالاستقلاب، تباطؤ في ضربات القلب على الجسم طبعا. هي كلها يعني بدها تصير في امساك. يعني بتكون دينامو الجسم ما عم يقول لك دينامو الجسم، مشان هيك كله بصير على مهله. هلا اذا صار العكس انه صار في عنا زياده بافراز الغده، ضربات القلب بتزيد، الدوره الشهريه عند السيدات والانسات بتخف ويمكن تغيب. احنا اي خلل بالدوره الشهريه لازم نعمل تحليل التي اس اتش. بصير في عنا ضربات القلب بتزيد، بصير في عنا رشفه، بصير في عنا عصبيه، تعرق، الايدين بيكونوا دائما هيك عم يطلع منهم شويه مي، بس واحد يسلم على الثاني بتلاقي انه عرقان ايده، حامي على طول او حاميه على طول، بتعصب على طول. يعني هي كلها حساسيه زايده، حساسيه زايده اذا بدك كلها بتتحطم بقى. كلها هي علامات انه بيسي انه عندنا زياده بافراز الغده الدرقيه. نعم، خلينا نرجع شوي نحكي لمرضى السكري والغده الدرقيه. يعني الدواء قديش بيلعب دور اذا كانوا عم ياخذوا مرضى السكري، يعني بدهم ياخذوا دواء للغده الدرقيه وقت هي بتكسل عن العمل مثل ما ذكرت لها. كسل الغده الدرقيه ليا الدواء اللي بتاخذ حبه على الريق ما له اي تاثير جانبي على مرض السكري، على اي شيء. نحن الحوامل في كثير يعني اعتقاد خاطئ وشائع عند كل العالم انه الحامل لازم توقف كل ادويتها. دواء الغده هو ما هو دواء، لانه هو نفسه مو 99.9 هو 100% بتفرزه الغده. والشخص او الحامل بحاجه له لحتى الجنين يعيش حياته بشكل مظبوط، حتى ما يصير في اسقاطات، وحتى ما ياثر على ذكاء، وحتى ما ياثر على النمو، ما يصير في مشاكل. والعالم بيفكروا دكتور هذا قالوا لنا انه لازم توقفوا كل الادويه، بيجيبوا وقفوا دواء الغده، وياما مشاكل بتصير انه دواء الغده ما بيتوقف، بالعكس لازم يزيد. نعمل تحليل السيد الحامل بتكمل اخذ، لازم تكمل اخذه نور. مو بس هيك، لازم نتحرى انه الكميه كافيه اثناء الحمل، لانه ولا بدنا الحمل نحتاج نزيد كميته بسبب وجود الجنين اللي صار في جنين وصار في عندك الغذاء وكثير قصص. تماما، بقى نحن ما بنزيده لحالنا، طبيب الغدد بيتابعنا، بنعمل تحليل دوري للتي اس اتش كل شهر مره، وبنراجع طبيب الغدد كل شهر مره لحتى نتاكد انه الكميه الكافيه من الدواء هي عم توصل للحامل للجنين صحيح ولا لا. تماما، التي اس اتش لازم تحرى عنه، ولازم نتاكد انه الدواء اللي عم ناخده هو موجود. يعني اوقات شو بيصير انه انا اجتني سيده من يومين ثلاثه كان التي اس اتش من شهر طبيعي، ونط فرد مره 13. خافت وشافت يعني طبيبه النسائيه دغري بعثتها بدك نعدل بالدواء. اوقات بيكون السواغ ما انه جيد، اوقات بيكون لازم الهرمونات بتلعب دور في كثير، لازم نحن الطبيب ويعطينا الدواء المناسب. ودائما بدها تاخذ على الريق ومع مي ومع شيء ثاني، بننتظر بين ربع ساعه لنص ساعه لحتى بعدين نفطر، وما بيتعارض مع اي شيء ثاني. نعم. طيب دكتور، قلت نقطه كثير مهمه، كل سيده حامل لازم تعمل فحص كل شهر. طب الشخص الطبيعي كل قديش ممكن يعمل فحص للغده الدرقيه؟ نور تشيك اب بكل بلدان العالم بيتساوى كل سنه مره. اضعف الايمان انه احنا اذا حدا مرض بيعملوا اكثر من هيك لازم نعمل التي اس اتش. هذا شغله كثير مهمه، التي اس اتش هو يعني شغله كثير ضروريه نتحرى عنها عند كل انسان، لان في علاقه كثير بكل اعضاء الجسم. بقى لازم نتحرى لو مره بالسنه عند تي اس اتش عند كل شخص. نعم، هي شغلة كثير كثير مهمة. نعم دكتور، خلينا نحكي إن كان كسل ولا إن كان زيادة بالغدة الدرقية، طرق العلاج قديش يمكن وقتها طويل، وشو هي الطرق يمكن اللازمة لكل سيدة ولا كل حدا يمكن عنده يا قصور يا ازدياد بعمل الغدة؟ هلا إذا في عنا كسل بالغدة مثل ما قلنا بناخذ حبة على الريب عند الرضيع عند الوليد، هي طويلة الأمد؟ غالبا مدى الحياة. غالبا. هلا نحن في عنا الضادات للغده بسموهم انتي بودي او انتي كور، بدنا نعملهم، واذا كانوا عاليين هو في داء اسمه داء هاشيموتو. يلي بيكون في كسل بالغده وفي خلل بالمناعه الذاتيه تبع الغده، والدواء بده يتاخذ مدى الحياه، بس ما له اي تاثير جانبي. هي الشغله المهمه انه ما بيأثر ابدا ابدا بشكل يعني سلبي. اخذ الدواء شيء طبيعي، هذا مو يعني نحن طالما هو نفسه بتفرزه الغده. هلا المرضى اللي عندهم سكري
بدهم ياخذوا انسولين، والانسولين هو حقهم، شغلي اصعب. هون حبه عم ناخذها، بس نحن بدنا نعدل بالعيار حسب الكميه، لانه حسب امتصاص الجسم حسب بيختلف، ما بدنا ناخذ نفس الكميه بشكل دائم. على الاغلب الدواء بده يتاخذ بشكل دائم. اذا عندنا زياده بالافراز بدنا نعرف الزياده بالافراز هي خلل بمناعة ذاتيه كمان، اوقات بصير في جحوظ بالعينين مع زياده الافراز، بصير في تشوش بالرؤيه. بدنا نعمل كمان تحليل للاضدادات تبع الغده، نتاكد انه في عندنا نحن كل الغده هي متضخمه، كل الغده في عندنا ارتفاع مثل ما قلنا بالاضدادات. بدنا نعطي هون ادويه، لانه ممنوع نعمل عمل جراحي للغده اذا في عندنا توجه للجراحه وفي عندنا زياده بالافراز. ندخل بشيء اسمه العاصفه الدرقيه، والعاصفه الدرقيه هذا يمكن اخر احتمال ممكن يلي نور يجرب. اذا في عندنا نحن زياده بالافراز وكان في عندنا حل من الحلول، هو انه في عندنا احتمالات ثانيه، نعطي مثلا يود مشع مشان نحن نقتل الغده، ما ضروري دائما الجراحه. اما اذا بدنا نعمل جراحه عند شخص عنده خلل بافراز الغده وخصوصا عنده زياده بالافراز، بدنا نعطي ادويه لحتى يصير الافراز طبيعي، وقتها بعدين نعطي تحويل للجراح لحتى نقدر نعمل تخدير عام نقدر نقيم الغده. طيب دكتور زياد، يمكن الوقت داهمنا، بالختام يمكن نصيحة عامة لكل المشاهدين اللي عم يشوفونا. دائما الوقت بداهمنا بالإخبارية. دائما بحس يا دكتور. بدي بس إنه دائما أي يعني مشكلة بتصير، إذا أوقات عم نفحص حالنا بالمراية لقينا في شيء منتبج، إذا عم نعمل إيكو لقينا، كله هاد بيقلنا إنه في خلل بالدورة الشهرية عند الآنسة وعند السيدة، في عنا عم نبرد زيادة، عم نعرق زيادة، عم تساقط بشعر الرأس، في عنا تسرع بضربات القلب، في عنا بطء بضربات القلب، كلها هي شيء بيوجهنا إنه في عنا خلل بالغدة الدرقية، لازم نشوف طبيب الغدة تبعنا. نعم دكتور زياد، نتشكرك على النصائح يلي دائما بتقدم لنا اياها، واكيد رح ننتظرك سبت قادم لحتى نحكي اكيد بمواضيع بشكل موسع اكثر. شكرا كثير لك، وشكرا كثير على كل الفائده اللي بتقدم لنا اياها دائما دكتور زياد. دائما صباحي غير، انا معكم ونحن صباحنا احلى. دكتور زياد زودي الاستشاري في غدد الصوم وسكري، شكرا جزيلا لك. شكرا.